إذن لمزيد من تطورات المشهد الفلسطيني والحرب الصهيونية على قطاع غزة ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية المحلل السياسي عزام أبو العدس، كما ينضم إلينا أيضا من الجليل عبر سكايب كذلك الكاتب والمحلل السياسي السيد أليف الصباغ. مرحبا بضيفي الكريمين. لنتحدث بداية إلى السيد عزام. أستاذ عزام، يعني كيف ترى فرص التوصل لمثل هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولجمهور مستمعيكم ولضيفكم الكريم. بالنسبة لصفقة التبادل حتى الآن، يعني ربما هناك أمل ضعيف جدا أو يكاد يكون منعدم بالقيام بهذه الصفقة، وهذا لعدة أسباب. السبب الأول هو أن إسرائيل تريد نقل الوساطة إلى مصر حتى تقوم مصر بالضغط على حركة حماس، وهذا يعني بأن نوايا إسرائيل ليست صافية أو سليمة تجاه هذه الصفقة. هذا أولا. ثانيا، يعني حتى الآن بالنسبة لمواقف الحكومة الإسرائيلية، بالنسبة لمواقف بنيامين نتنياهو، لا يوجد فيها تغيير جذري بما يتعلق بهذه الصفقة. هو أن بنيامين نتنياهو يريد أن يناور أكثر وأكثر، وأن يعني يتخذ من مسألة المفاوضات غاية لا تنتهي، وهذا يعني بأن مسألة الصفقة هي بأكملها حتى الآن لا زالت بيد إسرائيل، وإسرائيل لا تريد هذه الصفقة حتى الآن، أو لا أقول يعني إسرائيل، بل المستوى السياسي في إسرائيل، اليمين الإسرائيلي يرى بأن هذه الصفقة ذل كبير وهزيمة كبيرة له، ونتنياهو يراها إنهاء لمستقبل السياسي. هنا نتنياهو يحاول أن يمسك العصا من المنتصف، يحاول أن يضغط على حركة حماس باتجاهين. الاتجاه الأول بعملية رفح، أن تكون عملية رفح هي مقابل هذه الصفقة، وحتى الآن لا يوجد ما يكفي من ضمانات بأن يكون هذا الكلام صحيح. ثانيا، يحاول أن يضغط من خلال نقل ملف التفاوض على مصر التي يعتبرها حليف استراتيجي لإسرائيل، ويمكن أن تشغل ضغوط هائلة على حركة حماس. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ عزام. أستاذ أليف الصباغ، إذن المعلومات المتوفرة عن المبادرة المصرية الجديدة تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل عدد من المحتجزين والأسرى، يعني أي أن المطروح هو اتفاق جزئي ليس حلا كاملا للأزمة. كيف تتوقع أن تكون ردة فعل المقاومة الفلسطينية؟ أولا تحياتي لك وضيفك الكريم. هذه المبادرة المصرية ليست أول مرة تطرح حقيقة، هي طرحت أيضا في شهر ديسمبر 2023 بشكل آخر، ولكن من حيث الجوهر تم تقسيم التفاوض إلى ثلاث مراحل، تم تقسيم الصفقة إلى ثلاثة صفقات. هذه المرة أيضا ما يرضي إسرائيل في هذه الصفقة هو أنه لا يوجد وقف دائم لإطلاق النار، هناك وقف مستمر كما تقترح أمريكا، وقف لمدة طويلة، ولكن هذا ليس وقفا دائما لإطلاق النار. ما يرضي الطرف الفلسطيني هو تقسيم الصفقة إلى ثلاث صفقات، بحيث تتخلص حماس من عدد من الأسرى الذين يتعبونها، مثلا أسرى مدنيين ومرضى، ومنهم أصبح مرضى نفسيين، وربما أيضا تتخلص من الجثث التي تسبب بها القصف الإسرائيلي. إذن وبالمقابل يعني تحصل على عشرات وربما أكثر من عشرات الأسرى الفلسطينيين، منهم من ذوي الأحكام العالية. ولكن في نقطة أساسية لا يمكن لحماس أن تتنازل عنها، وهي أن تتضمن الصفقة في نهايتها أو في بدايتها، وأقول في بدايتها كما تريد حماس، ولكن ربما مستعدة أن يعني في هذا الموضوع أن تكون مرنة، أنه في نهاية الصفقة أن تكون هناك وقف دائم لإطلاق النار. هلأ مصر اقترحت في المرحلة الثالثة يكون هناك هدنة طويلة، وليس وقف إطلاق النار، هدنة طويلة يعني تجميد عمليات عسكرية إسرائيلية دون أن يكون هناك انسحاب كامل، على أن يبدأ هناك جهود لإقامة دولة فلسطينية. هذا الكلام خطير،
خطير لأنه مرن، لأنه قد يوقع الشعب الفلسطيني في نفق جديد مثل نفق أوسلو، مفاوضات جهود دون أن يكون هناك خطوات، خطوة فعلية قانونية من مجلس الأمن بالإقرار والاعتراف بالدولة الفلسطينية لحدود الرابع من حزيران. إذا تضمنت هذه المبادرة قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دون فيتو أمريكي، عندها يكون هذا المسار مسار جدي. وأعتقد في مثل هذه الحالة حماس ربما تبدي مرونة أكبر، ولكن طالما لا يوجد هذا الأمر حماس ستبقى، وكل الفصائل الفلسطينية ستبقى تشكك في النوايا، تشكك في المسار، تشكك في جدوى مثل هذه الصفقة. وبالتالي قد تقول حماس يعني أنه هذه الصفقة فيها أمور إيجابية، ولكن وبعد ولكن تضع هناك خطوط عريضة حول القضايا التي تشك بها، القضايا غير الواضحة أو البنود التي تتطلب وضوحا. باعتقادي في الوقت الحاضر الكرة يجب أن تبقى في الطرف الإسرائيلي ليس في الطرف الفلسطيني، لأن الطرف الإسرائيلي وعلى رأس هذا الطرف هو بنيامين نتنياهو رفض هذا الاقتراح. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ عزام. الطرف الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الاقتراح المصري، ابقى معي لماذا؟ لطفا فقط في هذه النقطة اسمح لي أستاذ، أنتقل أستاذ عزام. أستاذ عزام، طبعا عن احتمالات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد أعضاء مجلس الحرب لدى الكيان الصهيوني، يعني نتنياهو على سبيل المثال قلل من أهمية ذلك، يعني قرارات المحكمة لن تؤثر، يقول لن تؤثر على تصرفات إسرائيل. هل من المحتمل أن تكون الخطوة القادمة هي مذكرات اعتقال بحق أعضاء في مجلس الحرب للكيان الصهيوني؟ يعني نتنياهو يحاول أن يخفف من أثر ما تعانيه إسرائيل في العالم، ويحاول أن يخفف من العزلة والطريقة التي أصبحت تعامل بها إسرائيل في العالم. لكن علينا لنفهم هذا الأمر أن ننظر إلى أمرين. الأمر الأول باختصار وهو تقارير الإعلام العبري المتنامية والتي تتحدث عن العزلة الإسرائيلية. يعني على سبيل المثال عندما يقول شخص مثل نحوم برنيع وهو له ما له من الكتابات والمقالات وشخص يعني من الإعلاميين الصف الأول في دولة الاحتلال، بأنه قال إذا أردنا أن نفهم حال إسرائيل علينا أن ننظر إلى السائح الإسرائيلي في العالم الذي هو إما أن يكون خائف أن يقول أنه إسرائيلي أو خجل أن يقول بأنه إسرائيلي، وهذا ما أوصلتنا إليه حكومة بنيامين نتنياهو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية والمباحثات الحثيثة والاتصالات مع كل الجهات الأوروبية والأمريكية لإحباط هذا المشروع وإحباط مشروع إصدار مذكرات توقيف. وبالتالي الموضوع ليس كما يقول نتنياهو الذي يحاول أن يلطف من هذا الأمر تجاه الجمهور الإسرائيلي، إنما هو يعني وضع معقد، وضع صعب. إذا فعلا كان هناك تطبيق لهذه القرارات وإخراج مذكرات توقيف، هذا يعني بأن قادة الاحتلال إما أنهم سيعتقلون للمساءلة على الأقل والتحقيق، أو يعني يكونون أشخاص خائفين أو غير مرغوب بهم في بعض الدول. بمعنى أن الخط الوحيد لطيران الاحتلال أو قادة الاحتلال وضباطه سيكون بين تل أبيب وواشنطن. ونضع في الإطار مسألة مهمة جدا، بأن صحيح العلاقة بين الإسرائيل كدولة والدول الأوروبية كدولة هي علاقة متينة وعلاقة جيدة وممتازة، لكن قادة أوروبا ينظرون إلى بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية بالكثير من القلق، ومثلهم مثل الإدارة الأمريكية، يريدون التخلص من بنيامين نتنياهو وقادة اليمين في إسرائيل والإبقاء على إسرائيل قوية وثابتة، وهم يرون بأن نتنياهو وحكومته هم عامل من عوامل ضعف إسرائيل وليس عوامل من عوامل قوتها، وبالتالي
يعني ربما يكون تراخي من طرفهم في التعامل مع المطالب الإسرائيلية بعدم إخراج مثل هذه المذكرات إلى حيز التنفيذ، وذلك للتضييق أكثر على بنيامين نتنياهو وحكومته. نعم. في سياق قضائي كذلك، محكمة العدل الدولية في لاهاي أستاذ إليف أعلنت أنها ستصدر قرارا الثلاثاء المقبل في الدعوة التي قدمتها نيكاراغوا، يعني تتهم فيها ألمانيا، ضد ألمانيا، تتهم ألمانيا بأنها انتهكت اتفاقية منع حرب الإبادة الجماعية عام 1948 من خلال تزويد الاحتلال الصهيوني بأسلحة تقتل فيها يعني أهالي غزة. هذه الضغوط الدولية، طبعا لنتحدث عن ضغوط منذ محكمة العدل الدولية، يعني الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا، الدعوة التي قدمتها نيكاراغوا، يعني هذه الضغوط الدولية التي كلها من المفترض أن توقف عمليات القتل والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. يعني ما فرق أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة القنبلة الهيدروجينية أو القنبلة النووية بينما ما قامت به وفعلته إسرائيل من جرائم تفوق ضحايا هذه القنابل ذات الدمار الشامل بقتل أكبر عدد من البشر. إلى الآن تقتل إسرائيل رغم كل المحاكم ورغم كل الدعاوى القضائية ورغم كل محكمة دولية وإلى آخره. هل ستنجح هذه الضغوط الدولية مجددا؟ هل يمكن التعويل عليها مجددا؟ حقيقة التعويل على ضغط من الحكومات الغربية لا يمكن التعويل عليه، ولكن ضغط من قبل الشعوب الغربية على حكوماتها، نعم هذا ينتج تغيير، هذا ينتج تغيير وأنتج لغاية الآن على الأقل مواقف، يعني شعر المسؤولون الأوروبيون بأنهم محرجون، وحتى بايدن يعني الحراك الشعبي بما في ذلك حراك الجامعات وحراك يهود من الولايات المتحدة خلق حالة من الارتباك في الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، وعلى الأقل في التصريح أصبح يناقش نتنياهو أو يحتج على مواقف نتنياهو أو يمقت سياسة نتنياهو، ولكن المقياس الحقيقي هو في العمل وليس في التصريح. لغاية الآن الحكومات الأوروبية والأمريكية والإدارة الأمريكية تصرح، ولكن عمليا ما زالت تدعم حكومة نتنياهو بحجة أنها تدعم الجيش وأنها تدعم الشعب وأنها تدعم الدولة ولا تدعم نتنياهو، ولكن في المحصلة كل دعم تتلقاه إسرائيل يكون في صالح نتنياهو، وهو يعتبر أنه هذا هو من إنتاج عمله ومن إنتاج تصديه للضغوطات الدولية. حتى العجز العربي هو أيضا عامل من عوامل التي يعني ترفع من مستوى العجرفة والاستكبار لدى الإسرائيليين وبالذات الحكومة نتنياهو. طالما أن العجز العربي مستمر وطالما أن الحكومات الغربية تدعم فعليا، حتى لو كان هناك نقاشات، تدعم فعليا نتنياهو، فهذا الوضع سيستمر. ولكن هناك تعويل كبير على حراك الشعوب في أوروبا ومستقبلا إن شاء الله في الشرق الأوسط. حراك الجامعات سيؤثر ليس أقل من حراك الشعبي في لندن على سبيل المثال أو باريس، حراك طلاب الجامعات، لأن النخبة العربية تبعث بأولادها للدراسة في الجامعات الأمريكية أو الجامعات البريطانية أو الجامعات الفرنسية، سوربون وغيره، وعندها سيتأثرون بطلاب الجامعات من الجنسيات الأخرى ومن أبناء فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وسيشعرون بالخجل أن الطالب الأمريكي يدافع عن حق الشعب الفلسطيني والطالب العربي لا يدافع عن ذلك. في مثل هذه الحالة عندما سيعودون إلى بلادهم لابد أن يكون لهم تأثير، وتأثير كبير، نعم، لقيادة المجتمع إلى موقع آخر، إلى مكانة أخرى. هذا حصل بعد الحرب العالمية الثانية وحصل بعد الحرب العالمية الأولى. يعني بعد الحرب العالمية الأولى من هم القيادات؟ قيادات العربية ألم يدرس جزء كبير منهم في إسطنبول؟
بعد الحرب العالمية الثانية، من هم قيادات الشعب الفلسطيني؟ أليسوا طلاب جامعات درسوا في مصر أو في أماكن أخرى ومهندسين وتخرجوا ومن ثم قاموا منظمة التحرير الفلسطينية؟ إذن نحن أمام مرحلة جديدة على يعني الأنظمة العربية أن تفهم هذه المرحلة، ودور المثقف العربي، دور الأكاديمي العربي، دور الأحزاب القومية العربية أو الوطنية العربية لها دور كبير في تغيير هذا الواقع، الواقع العاجز عن مواجهة هذا الاستكبار. شكرا أستاذ عريف. اسمح لي فقط في دقيقة واحدة أستاذ عزام قبل أن أختم هذا الحوار، يعني هل تعتقد أن الولايات المتحدة سوف تنظر في مبيعات أسلحتها للكيان الصهيوني؟ أستاذ عزام فقدنا الاتصال بأستاذ عزام. إذن إليك أستاذ أليف مرة أخرى، يعني هناك في الولايات المتحدة صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن مسؤول أمريكي قوله يقول إذا اجتاحت إسرائيل رفح فسوف تنظر، في هذه الحالة بايدن سوف ينظر بمبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني، ربما سوف يقلل أو يحد من هذه المبيعات. هل هذا الأمر للترويج أم هذا الأمر فيه جدية؟ أنا أقترح ألا نصدق هذا الكلام، وإذا أردنا أن نصدق شيء علينا أن ندقق في الكلمة. الولايات المتحدة ستنظر. وليس نعم. ستوقف، ستنظر في وقت. إذن حتى تنظر وحتى تقرر، يعني بعد ما نظرنا كيف نتحدث عن فعل؟ هذا كلام لإرضاء العرب، لإبقاء هذا شعرة معاوية بين أمريكا وبين الشعوب العربية أو بين واضح الحكومات العربية. شعرة معاوية هذه قطعت من زمان مع الشعوب العربية، بقيت مع بعض الموالين لأمريكا وستقطع بالتأكيد، لأن مثل هذه الشعرة لن تبقى نعم طيلة الوقت متوترة بهذا الطريق. شكرا جزيلا أستاذ أليف الصباغ الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الجليل عبر سكايب، وشكرا جزيلا للأستاذ عزام أبو العدس من الضفة الغربية كان معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي.